وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من أوغندا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. أهلا بك يا حنادي، تحياتي ليك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أهلا بك، عايزين نطمن جماهير الأهلي على استعدادات الفريق قبل مباراة الغد. بنساعد الثاني في النادي الاهلي، بنستعد بكل قوه لمباراه كامبالا غدا ان شاء الله الثالث عصر بتوقيت القاهره، الرابع عصرا هنا بتوقيت كامبالا. لكن قبل المران سبق المؤتمر الصحفي للكابتن حسام البدري كان فيها الساعه الثالث عصرا هنا، اكيد كان فيه تجمع كبير من الصحفيين الاوغنديين. طبعا اسئله كثيره توجهت للكابتن حسام البدري، اكثر الاسئله اللي توجهت للكابتن حسام البدري ان هو بيشوف المباراه ازاي القادمه، بيشوف الملعب، بيشوف حضور الجماهير ازاي. الكلام اللي اتكلم فيه كابتن حسام مع الفنيات طالب بجانب الامور دي، طالب بالعداله التحكيميه، واصر على هذه الكلمه، قال لابد يكون في عداله تحكيميه لما تعرض له النادي الاهلي من مباراه التربي الماضيه من بعض الظلم التحكيمي من ضرب الجزاء وهدف الغى للنادي الاهلي، وطالب بدي العداله التحكيميه. واكيد طبعا حق مشروع الكابتن حسام البدري النادي الاهلي ان تكون العداله التحكيميه هي سمه تنشئها في المباراه القادمه. ثم بدا المران في الساعه 4 عصرا بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس البعثه، والوقت المتواجد معنا بشكل دائم من السفاره المصريه لمتابعه المران. النهارده كان اليوم الاول لتدريب النادي الاهلي على ملعب مانديلا، واليوم الثاني للنادي الاهلي في تدريباته هنا في القاهره. ملعب مانديلا هو الملعب اللي هيستقبل مباراه الغد. كنا طبعا امس كان في مران على ملعب المدرسه البريطانيه، اتقال ان النجيله او ارضيه الملعب شبيهه شويه في ملعب مانديلا، لكن فور وصلنا للملعب لا الملعب صعب، النجيله يمكن بتبان بشكل عام ان هي ممكن تكون مقبوله، لكن الملعب ناشف جدا، الامور فيه بتبقى صعبه شويه. النهارده كابتن حسام تفقد الملعب مع كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد معوض كابتن الملعب بشكل كبير كده، الملعب سيء بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله زي ما بنقول عندنا الثقه الكبيره في لعيب النادي الاهلي رغم الظروف اللي بتواجهنا، عندنا الثقه الكبيره ان شاء الله ان احنا نعود بثلاث نقاط من اوغندا يكونوا هامين جدا النادي الاهلي. المران النهارده يمكن كان ساعه وربع، ما كابتن حسام البدري النهارده كان عمل بعض التدريبات التفريعيه للاعبين بجانب الكره التكتيك الاخير اللي هيحاول ان هو كابتن حسام يطبقه غدا. كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير، الحاله المعنويه مرتفعه. النهارده المهندس خالد مرتجي كان في رساله تحفيزيه للاعبي النادي الاهلي، حثهم على اهميه المباراه، التركيز فيها، وان شاء الله الحصول على ثلاث نقاط زي ما بنقول هيكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي. واحنا يمكن من خلال متابعتنا كل ما افكر مع مؤسسه فريق النادي الاهلي هنا في اوغندا، لا اللعيبه يمكن عندها الثقه الكبيره ان شاء الله وعندها القدره ان شاء الله ان هي تعود هنا من اوغندا بنتيجه ايجابيه للنادي الاهلي، في تركيز كبير وتصميم للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. يمكن من لحظات بدا الاجتماع الفني المساء اليوم طبعا الساعه 3 مساء هنا بتوقيت اوغندا، الاجتماع الفني اللي حضر فيه الامام خالد المرتجي، كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، كابتن ماهر عبد العزيز، هيكون في طبعا كل الاتفاق على الامور الخاصه بنوع التحرك الملعب، الامور الفنيه، امور خاصه طبعا بالمباراه باللوائح الخاصه بالكاب، وينقص ان شاء الله كل التركيز غدا النادي الاهلي في مباراته امام كامبالا اللي هتكون متواجده الساعه 4، ويكون المقام ان شاء الله الساعه 4 عصرا امام تركيز. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا.